بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة. أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نستفتح هذا اللقاء بتفسير الآية الكريمة في سورة الحج، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى من أدلة توحيده استحقاقه للعبادة أنه سبحانه وتعالى من على عباده بنعم عظيمة، سخر لهم ما في الأرض لمصالحهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض مسخر لبني آدم لمصالحهم، سخر لكم ما في الأرض من المخلوقات، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك الفلك وهي المراكب البحرية اختلاف أنواعها في كل زمان بحسبه، فهو سخر لهم الفلك تنقل الناس تنقل البضائع على عباب الماء ولا تغرق ولا تغوص في الماء. ومن آياته كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، ومع هذا لا تغوص في الماء، يحملها الماء بإذن الله. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض، رفع السماوات السبع الطباق العظيمة فوق الأرض من غير عمد ترونها، بل بقدرته سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض فيهلك الناس وما على الأرض إلا بإذنه سبحانه، بقضائه وقدره. سخر، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لا أحد يمسكهما بعد الله سبحانه وتعالى غير الله سبحانه وتعالى، هذا بقدرته وعظيم منته على عباده. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، صفتان من صفاته سبحانه وتعالى، وهما الرأفة
والرحمة ومن آثار هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى ينشر رحمته على العباد ويرزقهم ما يحتاجون إليه، هذا من رأفته ورحمته بهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلنا المخرج ناصر القمي على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. كما نود من الإخوة والأخوات أيضا أن تكون الأسئلة المطروحة على الشيخ واضحة ومختصرة، وأن تكون أيضا في محيطنا الشرعي، وأن يكون الاتصال عبر الهاتف، وأن يكون بعيدا عن جهاز التلفزيون كي لا يكون هناك تردد بين السائل والمجيب. هذا السائل يقول: دراسة التوحيد ما أهميتها في حياة المسلم؟ لا بد من دراسة عقيدة التوحيد، لأنه أول واجب على العباد، وهو أساس الدين. لا يصح الدين ولا تصح العبادات إلا إذا قامت على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، حيث لا يكون في أعمال العباد شرك، تكون خالصة لوجه الله حتى يتقبلها الله. ألا لله الدين الخالص، الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه من الشرك والرياء والمقاصد الدنيوية. فهو سبحانه وتعالى جعل التوحيد أساسا، ولهذا كل الأنبياء أول ما يبدأون قومهم بالتوحيد. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبدأون بالأساس، وكل دعوة لا تقوم على التوحيد وتبدأ بالتوحيد إنها دعوة لا أثر لها وهي فاشلة مهما كانت. ولهذا تجب العناية بتدريس التوحيد، تعليمه في المساجد وفي المدارس وفي أي مجال مناسب، فإن عقيدة التوحيد تبسط وتدرس وتبين للناس، لأنها هي أساس الدين وقاعدة الملة، وهي المصححة للعبادة. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا قبل قليل فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جدي كان عليه دين في حياته، وبعد مماته ودفنه أتيت إلى قبره وقلت: يعلم الله بأن ما عليك من دين فهو في ذمتي، وأنا إن شاء الله سوف أقوم بتبرئة جدي وتسديد هذا الدين، هل تبرأ الذمة بذلك؟ لا حاجة إلى أنك تذهب إلى قبره وتتعهد بتحمل الدين عنه، هذا لا يبرئ ذمته حتى تسدد الدين، فإذا سددت الدين برئت ذمة الميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره إذا قدموا له جنازة ليصلي عليها قال: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، وتأخر صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن عليه دين صلى عليه. في مرة جاء بمسلم متوفى قدموه ليصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. قال رجل من الحاضرين: الديناران علي يا رسول الله. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه تحملها،
ثم تقدم وصلى عليه. فلما كان من الغد لقي الرجل فقال: ما فعلت الديناران؟ قال: ما مضى وقت يا رسول الله. اليوم الثاني لقيه وقال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. تحمل الدين ما يكفي، لا بد من أدائه وقضائه لمن هو له حتى تبرأ ذمة المدين. ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءته المغانم صار يتحمل الدين من بيت المال ويتقدم ويصلي على الميت. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس في حياته لا يخبر أبنائه ولا يخبر الذرية أن عليه دين لفلان وفلان، هؤلاء فضيلة الشيخ قد توافيهم المنية ويذهبوا عن هذه الحياة ولا يخبرون أولادهم؟ لا يكفي الإخبار، لا بد من كتابة وصية. هذه وصية واجبة، أنه يوصي بماله وما عليه. ما حق امرئ مسلم، كما في الحديث الصحيح، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يكتب ماله وما عليه حتى لا تضيع الحقوق بعد موته. هذه وصية واجبة، أن يوصي بماله وما عليه. وأما أنه يخبر إن عليه دين، ما يكفي هذا، قد يموت الذي أخبره المخبر، وقد ينسى، وقد أو لا يهتم. نعم. معنا اتصال، نايف من الطائف، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سؤالك مختصر. أحييك الشيخ العلامة صالح الفوزان وأيضا أخي عبد الكريم المقرن. تفضل سؤالك. أقول حقيقة لدي ثلاث أسئلة بإذن الله مختصرات. تفضل. السؤال الأول، يا سماحة الوالد، أليس يعني من الواجب والحتمي أن يكون هناك ضرورة ملحة لتطبيق نظام ثقافة مرورية عاجلة لتوعية الناس بأخطار الحوادث المرورية مصداقا لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ويكون هناك يعني أشبه ما يكون يعني يعني التزام من الجهات المختصة من شرائح المجتمع. واضح المختلف. السؤال، شكرا لك. شكرا يا أخي. في أنظمة مرورية والحمد لله، ولكن الناس لا تقيد، أو بعض الناس لا تقيدهم الأنظمة المرورية، ولا يمنح رخصة القيادة إلا إذا أجري له اختبار في القيادة، هل يحسنها أو لا يحسنها. فهناك أنظمة والحمد لله، ولكن الشأن في تطبيق هذه الأنظمة ومتابعتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بين الفينة والأخرى نسمع عن هذه الحوادث والسرعة الجنونية وإزهاق الأرواح في هذه السيارات. فضيلة الشيخ، لعل لكم توجيه لهؤلاء في الطرق. نعم، على هؤلاء يتقوا الله عز وجل. من لا يحسن القيادة ألا يقوم بها، لأنه يعرض نفسه ويعرض غيره للخطر. لا يتقدم للقيادة إلا من يحسنها، ولا تمنح الرخصة إلا لمن يحسن القيادة بعد اختباره. هكذا يجب على المسؤولين، ويجب على السائقين أن يهتموا بالقيادة، ألا يقوم بها إلا من يحسنها. هذا أول شيء. ما كل من حرك السيارة يصلح للقيادة. الأمر الثاني، لا بد أن يتقيد بأنظمة المرور،
لأن ذلك سبب بإذن الله للسلامة له ولغيره، فلا يتولى القيادة وهو لا يحسنها، ولا يتولى القيادة في حالة لا تسمح له، مثل أن يكون فيه نوم، ولا يتولى القيادة وهو مشغول بغيرها من الجوال والإنترنت وما أشبه ذلك، لأن هذا تعريض للنفس والناس إلى الخطر. ولا يتولى القيادة ويسرع سرعة جنونية وسرعة خارجة عن الحد المرخص أو المطلوب، بل يتقيد بحد السرعة المسموح به، ليكون ذلك أدعى لحفظ نفسه وحفظ نفوس الناس. فقائد السيارة متحمل، ولا سيما إذا كان معه ركاب فإنهم في ذمته، هو متحمل لأنفس، وكذلك السيارات المقابلة فيها أنفس، عليه أن يخاف من الله عز وجل وأن يفعل الأسباب الواقية القيادة ولا يتساهل في شأنها. نعم. أبو أحمد من الدمام، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا يا شيخ جاء لي حادث، والطرف الثاني مأمن للسيارة، طبعا أعطاني الشيك التأمين 3300، فأصلحت السيارة حقتي منها ب1000 ريال، فما حكم الباقي من المبلغ؟ يا أخي التأمين هذا لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، فأنت تدفع مبلغا قليلا للتأمين وقد يكون الغرامة كبيرة، وتأخذ من أموال الناس الشيء الكثير من شركات التأمين، هي أموال الناس محترمة لا يحل أخذها إلا بحق. فإذا جرى، إذا أجبرت على دفع التأمين تدفعه على أنه ضريبة ملزم بها، لكن إذا جرى حادث فإنك تدفع الغرامة من مالك، تدفع الغرامة التي عليك ولاحقتك من مالك، هذا هو الواجب، ولا تأخذها من أموال الناس من التأمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يؤخذ العلم يا شيخ صالح من أناس ليس لهم مشايخ بل تفقهوا من الكتب والأشرطة؟ هذا خطر عظيم، هذا ضياع والعياذ بالله، تعالم، هذا التعالم هو الذي أهلك الناس. لا يؤخذ العلم إلا عن أهله، ممن تحملوه عن غيرهم، فالعلم بالتلقي، ما هو العلم من الأوراق أو من الكتب أو من الأشرطة أو من هذه، تعين الإنسان لا بأس يستفيد منها، أما أنه يعتمدها تعليما، أنها تعليم أو أنها من طرق التعلم، هذا غلط كبير، وكم هلك وضل كثير من المتعالمين الذين يفتون الناس بغير علم، لأنهم لا يفهمون هذه الكتب، لا بد من عالم يشرحها ويبينها، فلا يعتمدون على فهمهم بدون العلماء، هذا خطر عليهم وعلى غيرهم ممن يفتونه أو يعلمونه أو يدرسونه. نعم. شيخ صالح، بهذه المناسبة ما كلمة الشيخ صالح حفظه الله للأمة بأن العلم الشرعي يؤخذ من العلماء الموثوقين؟ يا أخي الحمد لله، دولتنا دول الإسلامية فتحت مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية، كليات شريعة ودراسات عليا، فتحت مدارس، وكذلك العلماء في المساجد عندهم حلق فيها طلاب لهم ينشرون العلم ويبينونه للناس. أما أن الإنسان يقتصر على قراءة الكتب أو على سماع الأشرطة أو غير ذلك،
فهذا هو التعالم، وهذا هو الجهل المركب، وهذا أخطر شيء. الجهل المركب أخطر من الجهل البسيط، والجاهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، يحسبه عالم. أما الجاهل البسيط فهو يعرف نفسه، فإذا علمته أو أخبرته تراجع، لأنه ليس عنده ثقة من وضعه ومن نفسه. فمسألة التعلم مسألة عظيمة، ولهذا الدولة تنفق عليها ميزانية عظيمة ضخمة. فلو كانت الكتب تكفي لوزعت الدولة، اشترت كتب ووزعتها على الناس واكتفت بذلك. وهذا أقل ثمنا من الميزانيات الضخمة للمؤسسات التعليمية. نعم، نأخذ اتصال من فهد من الخفتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. تفضل. مساك الله بالخير. الله يثيبك يا شيخ، أنا حجيت عام 2005. نعم. لكن كان علي مديونية لشركة الاتصالات فاتورة، فهل يقبل حجي أو لا يا شيخ؟ طيب شكرا. الحمد لله أنت حجيت، ونسأل الله أن يتقبل حجك إذا كنت أديته على الوجه المطلوب وأتممته لله عز وجل، وتسدد ما عليك من الدين الآن تسدده الحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الدعاء المستجاب، ما هي شروطه وما هي أوقاته؟ الدعاء المستجاب هو الذي تتفق فيه شروط قبول الدعاء. أولا الدعاء بقلب حاضر موقن بالإجابة، قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. ثانيا أن يكون المطعم والمشرب والملبس من الحلال، فلا يستجاب الدعاء ممن يأكل الحرام ويتغذى به أو يلبس أو يستعمل الحرام، هذا لا يستجاب له دعاء، كما في الحديث في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن أسباب قبول الدعاء أن الإنسان لا يستعجل ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، إذا تأخرت الإجابة قد يكون هذا من صالحه، لأن الله يعلم مصالحه، فقد يؤخر سبحانه الإجابة من صالح المدعو. وعلى كل حال الإنسان يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء ويلح على الله، وكما ذكرنا يلتزم بآداب الدعاء التي هي أسباب للقبول، ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. نأخذ المتصل خالد من الرياض. تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، إني أحبك في الله. شكرا لك. أحببك الذي أحببتنا فيه. الله يجزيك خير ويرحم والديك. أنا عندي عقار طال عمرك، العام الماضي بعته، شايف؟ ما كان لي نية البيع من أول، لكن الحمد لله من فضل الله جالي قيمة طيبة وبعته. فما أدري الزكاة تجب علي؟ متى تجب علي الزكاة؟ نعم، بلا شك إذا بلغت نعم. إذا بلغ هذا المال النصاب فأكثر نعم. نعم. إنها تجب فيه الزكاة. نعم، إذا تم الحول على رأس المال الذي اشتريت به العقار وجبت على الزكاة، سواء بعته أو لم تبعه، فإن كان موجودا فإنك تقومه بما يساوي وتزكيه، وإن كنت قد بعته فإنك تزكي القيمة بإخراج ربع العشر. نعم، أزكي طال عمرك إذا دار الحول؟ إذا تم الحول على رأس المال تزكيه، وإن
وإن كان موجودا تثمنه بما يساوي عند تمام الحول على رأس المال، ما هو على الأرض، على رأس المال تخرج ربع العشر. هو طال عمرك أنا بعته الله يجزيك خير يا أخي، قلنا لك زكي زكي القيمة يا أخي، زكي القيمة. خلاص شكرا. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا يسأل يقول يوم الجمعة هناك الأذان الأول والأذان الثاني، هل كان ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان الذي عند جلوس الإمام على المنبر، وأما الأذان الأول فهذا كان في عهد عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، لما كثر الناس في المدينة وتوزعوا في المزارع وفي الأسواق، وصاروا قد يتأخرون عن صلاة الجمعة لانشغالهم، فعثمان رضي الله عنه أمر بالأذان الأول من أجل أن الناس يتنبهون لقرب صلاة الجمعة ويتهيئون لذلك. وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. طيب ناخذ اتصال من المدينة من أبو أحمد. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليك. وعليكم السلام. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بارك أنا القرآن يعني مستمع، بس استمع من المساجد، استمع من الأمة اللي يدرون في المسجد، ما قريت أنا، بس أقرأ في المصحف أي يعني أي أقرأ فيها أي صورة، بس الحركات والسكنات والرمفات هذه ما أعرفها. طيب شكرا. يا أخي الحمد لله حلقات تحفيظ القرآن منتشرة في المساجد، فعليك أن تذهب إلى حلقة وتجلس وتعلم القرآن، أو تختار من يجيد القراءة تقرأ عليه القرآن ليصحح لك قراءتك، ولا تكتفي بالقراءة من المصحف، لا بد أن تتحمل القرآن عن المقرئين وعن حفظة القرآن. نعم. وصلنا هذا السؤال يا شيخ صالح. يقول السائل: رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بذات الله عز وجل وهو خائف من ذلك جدا، فما نصيحة الشيخ صالح الفوزان؟ نصيحتنا له بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا جاءته وساوس في دينه وفي عقيدته فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، لا يسترسل مع هذه الوساوس، يرفضها ويتركها ولا تضر بإذن الله. نعم. يقول: عندي مزرعة زيتون وأيضا عندي عسل نحل، هل فيهما زكاة وكيف تخرج؟ الزيتون والعسل هذا من عروض التجارة، إذا كان عنده عسل أو كان عنده زيتون محصول زيتون فإنه يزكي القيمة، يزكي قيمة العسل إذا بلغت النصاب، أو يزكي أيضا الزيتون إذا بلغ النصاب يثمنه، إن كان موجودا يثمنه ويزكي القيمة، وإن كان قد باعه يزكي قيمته التي باعه فيها، وهو من الخارج من الأرض يعني تجب زكاته عند الحصول عليه، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. ناخذ اتصال من عفيف من مشعل. تفضل يا مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال لو سمحت للشيخ. تفضل. يا مشعل لو سمحت اكسر التلفزيون. مشعل راتبها 3 ريال السعودة. مشعل اكسر التلفزيون شوي، في صدى بيننا وبينك. تفضل يا مشعل. اشتغل في شركة راتبها 3 السعودة، ورئيس الشركة خطي قال بس روح راتبك يجيك للدعوة، ومسأل الشيخ لو سمحت. طيب شكرا. ايش سؤاله؟ ما فهمته. يقول بانني اخذ من شركه 3000 سعوده وانا في البيت.
هذا باطل ولا يجوز، هذا كذب احتيال ولا يجوز هذا. إما أن تشتغل وتأخذ راتب، وإما أن تتركهم ولا تأخذ راتبا أو مكافأة وأنت لم تشتغل، هذا كذب واحتيال على النظام. نعم. يقول السائل أبو عبد الله، عبارة الخالة في مقام الأم هل هي صحيحة؟ نعم، الخالة في مقام الأم، هذا حديث يا أخي، الخالة بمنزلة الأم، هذا في حديث صحيح. فالخالة لها حق القرابة، وهي آكد لأنها أخت الأم. نعم. يقول في فقرته الثانية، بالنسبة للوتر أنا أتهاون بعض المرات في تركه، فما هي عدده وما حكم ترك الوتر ليلا؟ لا تترك الوتر ليلا، الوتر سنة مؤكدة، بعض العلماء يرى أنه واجب، فلا تترك الوتر إلا إذا نسيته أو غلبك النوم ولم تستيقظ فأنت معذور، أما أن تتعمد تركه هذا خطأ منك، عليك أن تحافظ على الوتر، وأقله ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، الشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة. نعم. مبارك معنا على الخط، تفضل مبارك. السلام عليكم، مساك الله بالخير. عليكم السلام، مساك الله بالخير. عندي سؤال طال عمرك. تفضل. عندي فلوس أمانة من أشخاص، الأشخاص معطيني الضوء الأخضر فيها أني أتصرف فيها، وكونهم يطلبونها في أي وقت أحضرها، ما أدري عليها زكاة؟ هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ لحظة. يا أخي زكاتها عليهم هم، على أصحاب الودائع هذه، إذا كانت من النقود أو من المال الزكاة الذي تجب فيه الزكاة فإنها عليهم، وإذا وكلوك أن تخرج الزكاة عنها نيابة عنهم فلا بأس بذلك. نعم. السؤال الثاني مبارك. السؤال الثاني، لدي أراضي اشتريتها بمبلغ، ولو عرضتها الحين بأقل من السعر اللي اشتريتها، ما أدري عليها زكاة؟ دار عليها أكثر من حولين أو 3 حول. أنت وش أنت ناوين الأراضي هذه له؟ للبيع؟ ناوي على البيع إذا ارتفع السعر. إيه نعم، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، الحول تم على القيمة، فإنك تثمن الأرض بما تساوي وتخرج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يا شيخ ما كتب الأحاديث الذي توصوننا بقراءتها؟ كتب الحديث كثيرة، ومنها مختصر ومنها مطول، والناس يختلفون في تحصيلهم وفي أهليتهم، فأنت تنظر في المختصرات أول شيء، مثلا بلوغ المرام، عمدة الأحكام، المختصرات أولا، تحفظها على المشايخ على العلماء ويشرحونها لك، ثم إذا صار عندك زيادة رغبة تذهب إلى المطولات، لكن ترتبط بالعلماء، ما تشتغل بكتب الحديث أو الفقه أو غيره من كتب العلم إلا بالارتباط بأهل العلم الذين يوضحونها لك ويشرحونها لك. نعم. يقول السائل، الشيخ صالح، كيف نجمع بأن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة؟ يا أخي لا تعارض بين الحديثين. الإيمان له أركانه 6، وهي التي ذكرتها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. والإيمان له شعب وله مكملات، الأعمال الصالحة كلها من الإيمان ومكملة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
أبو محمد من الرياض. تفضل أبو محمد. نعم. الأطفال أعد اتصال مرة ثانية. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟ نعم، الذي يعتاد المساجد ويلازم المساجد هذا علامة على إيمانه، هذا علامة على إيمانه، نرجو له الخير. أما الشهادة، الشهادة تحتاج إلى العلم بذلك من حاله، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، لكن نحن نحسن الظن به ونرجو له الخير. نعم. هذا يسأل عن كتب ابن حجر العسقلاني، ومن هو فضيلة الشيخ؟ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا إمام مشهور، وله من الكتب في الحديث الشيء الكثير، من أعظمها فتح الباري الذي هو موسوعة علمية من موسوعات الإسلام في الحديث والفقه، ومنها مختصرات مثل نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في علم المصطلح، ومنها كتب كثيرة اشتغل بها رحمه الله. فهو إمام حافظ وإمام جليل من علماء الحديث. نعم. زميلنا المخرج العزيز ناصر البقمي يشير بأن حلقة هذا اليوم انتهت. شكرا لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان الذي أجاب مشكورا على أسئلة الإخوة والأخوات، استفدنا من توجيهه ونصائحه وفتاواه القيمة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر زملائي في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر الفنيين والمخرجين معي في استديو الرياض. هذا زميلي ناصر البقمي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.